السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم صالح خالد العلي. رمضان كريم علينا وعليكم، وزي ما شفتوا في عنوان المقطع أنواع الناس وقت مسلسلات رمضان. بعطيكم 3 أنواع، انتوا اكتبوا لي يعني زيادة في التعليقات، اكتبوا لي نوع، أي نوع منهم انتم. النوع الأول الحارق. الحارق بصفاته الشخص الذي يحرق عليك. ماذا يحرق عليك؟ يعني هو شافه من قبل وهو يبغى يقول لك، وانت على طول لما تسمعه ويقول كذا تنفك منه وتروح تقول ماني فاضي شوفه. والشخص الثاني، الشخص الثاني هو الشخص المتحمس. المتحمس انه مرة ما شافه يبغى يشوفه اليوم وفي رمضان ويلا وش يشوفه، يعني يبغى يشوفه متحمس، يعني يشوف البروم حقه قاعد يقول انا بشوف شاف قاعد يشوف فيه متحمس مرة. والشخص الثالث والاخير هو الشخص المتأخر، يعني شخص متأخر مرة جاي من يعني جاي من شغلة من حاجة، يعني جاء بعد الفطور ولا بعد اي بعد السحور ولا شيء، جاء شافه قال له خلص ولا توا بدأ، يقول خلص، يقعد ما اعرف وش يسوي. وبس هذا كان المقطع عندي، لا تنسوا تسووا لايك واشتراك، تكتب في الكومنت، تكتب في التعليقات. ومعكم صالح خالد العلي، رمضان كريم والى اللقاء، وكل عام وانتم بخير.